صيغة تقول للناس هذه الشورى في التطبيق العملي. يعني صحيح الديمقراطية يستطيع الجواب بشكل مختصر على حسب يعني فهمي أن تطور الآليات الشورية أو الديمقراطية بحاجة إلى وقت أولا وبحاجة إلى ممارسة ثانيا، وهذا لم يتوفر للفكر الإسلامي وللعمل الإسلامي خلال السنين الماضية. ليش؟ لم يتوفر، لأنه القضية ليست قضية نظرية كيف تكتب عن ذلك، ولكن أعتقد أنه كمؤسسات لم تتطور بالشكل الموجود في الغرب، لأن الفكر الإسلامي ليس حاكما في العالم العربي والإسلامي. يعني الدولة الموجودة هي دولة إما أنها يعني إسلامية بالاسم، أو هي تقول عن أنها دولة علمانية. يا أخوانا دعونا لا نبحث على، إذا اتفقنا على أن مسألة الحكم هي من مسائل الدنيا، لا لها موجهة بقيم عليا، ولكن هي من مسائل الناس، من سلطات الناس. إذن نحن يحق من حقوق الناس، يحق من حقوق الناس، ما ينبغي أن نبحث، نقول أن نبحث عن شيء اسمه إسلامي لا يشمل شيء مما تعرف عليه الناس. لأن إذا كنا أمر من أمور الدنيا معنى ذلك أننا سنتبع فيه كل ما هو متعارف في الدنيا. سورة العسكر مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينظم عسكره بطريقة تختلف عما ألفه العرب، لأن الإسلام لم ينزل بطريقة معينة في تنظيم الجيوش ولا في تنظيم المعارك، وإنما استفاد من سلمان الفارسي ومن التجارب القائمة في شؤون المواصلات. ما ينبغي أن نقول نبحث عن مواصلات إسلامية ونبحث عن قضاء إسلامي، بمعنى الأدوات هذه هي أقدار، هي ثمرة تجارب أنضجتها البشرية، فكل تجربة ثبت نفعها سواء في ميدان الزراعة أو في ميدان المواصلات أو في ميدان التنمية والتقنية، مثلا في ميدان القضاء المتعارف في تاريخنا عموما كان قضاء فرديا وذا درجة واحدة، لكن كون القضاء أصبح قضاء بدرجات متفاوتة وقضاء جماعي، هل هذا يتناقض مع الإسلام أم يحقق أحرى بتحقيق القيمة الثالث؟ أحرى بتحقيق قيمة العدل. إذا يقول ولكن لم يمارس في التاريخ، الذي يمارس في التاريخ غالبا الآليات. إذا نحن عندما نجد آلية تحقق الحرية وهي مقصد من مقاصد الإسلام، أو نجد آلية تحقق النمو والثراء، أو آلية تحقق العدل، فما ينبغي أن نقول هذا هو المقصود. ما ينبغي أن نتصور إذن أن الحكم أنه مطلوب منا نحن الإسلاميين الذين نريد تطبيق الإسلام، مطلوب منا أن نشتري مثالا مختلفا كليا الواقع كله ونأتي بنموذج جديد. الإيرانيون مثلا عندما حكموا، وهذا تصديق لقولك لأنه التجربة مهمة، لأنه الأنظمة لا تخترع في الفضاء، فعندما حكم الإيرانيون أجروا بقطع نظري عن يعني عن الحكم عن هذه التجربة، ولكن على كل حال أجروا نوع من التزاوج بين نظام الحكم في العصر وهو النظام الديمقراطي بمؤسساته بسلطاته الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية، نظم هذا خلافا لما كان عليه الأمر، مع شحنة مع قدر من الثقافة الإسلامية الشيعية. فعندما إذن تتوفر للإسلاميين فرصة، حتى النقابات في مصر مثلا عندما توفرت للإسلاميين أن يديروا نقابة مش دولة، استطاعوا أن يطوروها تطويرا كبيرا حتى أصبح العمل النقابي منسوبا للإسلاميين ولا يكاد ينافسهم في أحد. لماذا؟ لأنهم استطاعوا أن يستفيدوا من الآليات المعاصرة مع التزام بالأخلاق، وهذا أهم شيء تضيفه الشورى إلى الديمقراطية، تضيفه لا تجعل مسألة الحكم
مسألة صراع على مطلق على المصالح في كذب وفي افتراء وفي أنواع من الغش والتضليل، وإنما يصبح يعني يضاف إلى الحكم أو يصبح الحكم مستندا إلى قيم أخلاقية وليس إلى مجرد تحقيق مصالح وفوز بسلطة. كذلك الحياة الاقتصادية، الحياة الاقتصادية في إطار الإسلامي تضفى إليها يعني تتأسس على أخلاق وليس على مجرد الربح المطلق. كذلك في العلاقات الدولية مسألة الديمقراطية، حتى الآن قامت على فكرة الدولة القومية، أي أن ما هو مصلحة للدولة القومية هو أخلاق، ولذلك قرار غزو العراق هو قرار ديمقراطي. لماذا؟ لأنه اتخذ بالوسائل الديمقراطية، وكذلك الاستعمار كله كان مقررات اتخذتها البرلمانات، ولكن هذه لا تستند إلى أخلاق ولا إلى مفهوم الإنسانية ولا إلى مفهوم المصلحة البشرية، وإنما هي مصلحة قومية حقاً. إذن الذي يمكن أن نضيفه نحن لنظام العصر ليس آليات، حتى الآليات يمكن نطورها بعد تطبيقها، ولكن أهم إضافة تضيف الشورى للديمقراطية هو أنها تعطيها بعد إنساني وليس مجرد بعد قومي، تعطيها أخلاق حتى لا تتحول إلى صراع مطلق على المصالح وعلى النفوذ وعلى الربح وهكذا. فهذا أنا أظن أنه مطلوب منا أن نأخذ النظام المعاصر ونطبقه كما هو، وخلال التطبيق سنعمل فيه تطويرا ونعمل فيه إضاءة ونضيف إليه ونعدل منه، بدل أن نقف نتناقش هل الديمقراطية تتوافق مع الإسلام. يا أخي طبقها، نحن كان مشكلنا الآن هو عندنا فريز من الديمقراطية حتى ننقص منه، مشكلنا هو الاستبداد، فكل أداة تقاوم هذا البلاء العظيم الذي شل تاريخنا وحضارتنا فكله جيد. نأخذ هذه الديمقراطية ونعملها في الأرض، وعندئذ سنطور فيها ونعدل، لأن الديمقراطية ليست نظاما مثاليا. أهل الديمقراطية يعرفونها بأنها أقل الأنظمة ضررا سوءا وضررا، فليس هناك نظام سياسي مثالي. ونحن الإسلاميين ما عندناش نظام سياسي مثالي، عندنا قيم وعندنا مقاصد نحتاج فيها إلى آليات. شورانا في التاريخ ظلت مجرد موعظة يعيد بها عالم يعيد بها حاكما، ولكن لم تتحول إلى آليات، إلى مؤسسة حتى. إلى مؤسسة هي ما نحتاجه في العالم العربي الإسلامي، ليس النظرية، نحتاج أن تتطور هذه النظرية إلى مؤسسات، هذه المؤسسات تكون قادرة على ضبط دكتاتورية الحاكم، لأن الحاكم بشكل عام ينزع إلى الدكتاتورية. الإنسان بفطرته إنما العاجز من لا يستبد، يعني الإنسان بشكل عام ينزع إلى هذا الأمر. والقرآن الكريم تحدث كثيرا في موضوع الظلم، موضوع الحاكم الظالم، موضوع ضرورة أن يعني كذلك الأحاديث الشريفة الآثار التي تحدثت دائما عن ضرورة تقويم الحاكم، وأهم وسيلة لتقويم الحاكم وأبقاها وأكثرها نفعا هي هذه المؤسسات التي ترسم له طريق يعني العمل، طريق العمل، ويقوم بعضها رقيبا على بعض. بينما والواقع الحالي هذه الدكتاتورية هي كما يصفها القرآن الكريم هي سم الفساد، أو هي سبب أساسي من أسباب الفساد، وربما هذا هو الذي يفسر واقع الحال في العالم العربي والإسلامي عندما يقول القرآن الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، ثم وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. يعني هناك دكتاتورية أصب عليهم ربك صوت عذاب. يعني هذه الدكتاتورية هو لكن هناك محطة في المنتصف هي الفساد. يعني الدكتاتورية توصل دائما إلى الفساد، هي فساد حد، والفساد هو طريق الهلاك، هذا قمة الفساد. هذا ما هو موجود في عالمنا. إذا نحن بحاجة إلى أن نطبق هذه المبادئ التي نتحدث عنها، نجعل لها في عالمنا العربي والإسلامي مؤسسات تحميها وتقوم عليها، ثم هذه المؤسسات هي التي تضبط إيقاع الحاكم وعمل الحاكم، وبدونها